مشاهدينا ولفقرتنا الطبية مباشرة، ورح نحكي فيها عن أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً بوقتنا الراهن. هذا المرض ما له أي أعراض، لهيك يلقب بالقاتل الصامت، وهو ضغط الدم الشرياني، وبيبدأ بالظهور بعد سن 30 وما فوق إلى سن تقريباً 65، وأيضاً كمان بصاحب الإناث والذكور يعني بالتساوي. ما في حدا اليوم هو معرض للإصابة بهذا المرض أكثر. صحيح، ولكن للأسف يا عفاف يمكن بنسمع أنه حتى كمان شباب بأعمار كتير صغيرة عم يصابوا بهذا المرض نتيجة إما العامل الوراثي أو إما أسباب معينة، التدخين، زيادة الوزن، وكتير من التفاصيل. مثل ما ذكرنا هو القاتل الصامت، يعني ما عنا أعراض أبدا بالبداية وما عنا أي مؤشر خطير، للأسف عم بيكون في حالات وفيات وأكثر الأمراض انتشار. لنعرف أكثر مشاهدينا عن أسباب هذا المرض، ارتفاع ضغط الدم الشرياني والأعراض وطرق العلاج، يسعدنا أنه يكون ضيفنا لليوم الدكتور علي خدام، اختصاصي أمراض قلبية وأيضا رئيس قسم أمراض القلب في مشفى الأسد الجامعي. صباح الخير دكتور. يسعد صباحكم. أهلا صباح كل الأخوة المشاهدين، كل خير. يسعد صباحك دكتور صباح علي. يعني اليوم هيك عملنا رهبة بالمشاهدين، ولأنه ممكن نكون نحن مصابين فيه، بس قلت أنت بعد سنة 30 ممكن انه يصاب في الشخص ان كان ذكر او انثى. طب اليوم دكتور نحن عم نحكي عن هذا مرض صامت، يعني قاتل، القاتل الصامت، خلينا نعرفه بالاول هيك بشكل مبسط اكثر، بعدين ننتقل اذا في هيك شويه اعراض ممكن نكتشفها. تمام. هلا المقدمه اللي ذكرتيها حضرتك بانه هو القاتل الصامت هي كثير توصف مرض الضغط الشرياني اكثر من بقيه الامراض. هو للأسف أسوأ الأمراض هي الأمراض اللي ما بتعمل أعراض، يعني المرض بتفشر جسم المريض، بيوصل لمراحل متقدمة وممكن تظهر عنده الاختلاطات القاتلة قبل ما يكون عنده أي أعراض. فهذا سمة مميزة لارتفاع الضغط الشرياني، اللي هو يمكن فينا نقول عنه أشيع الأمراض المزمنة في العالم. يعني إحصائيات العالمية بتقدر أنه حوالي 1.5 مليار إنسان رح ينصاب بالضغط السنة القادمة. الذكور اكثر اصابه شويه صغيره من الاناث، يعني فينا نقول انه ربع الذكور، يعني تصور الاحصائيه 25% من الذكور مصابين بارتفاع توتر شرياني، الجزء الاكبر منهم يمكن ما بيعرف حاله انه عنده ضغط شرياني. هلا اذا بدنا نحكي عن الضغط الشرياني شو تعريفه، هو طبعا مو شرط نحن يكون في عندنا اعراض، المهم انه الارقام هي اللي بتحدد التشخيص او وجود ارتفاع توتر شرياني او لا. دوما في جدل حول التشخيص ما بين الامريكان وما بين الاوروبيين. نحن برابطه امراض القلب السوريه بنتبع الجمعيه الاوروبيه لامراض القلب، فدوما متقيد بالتعريفات تبعها اكثر. مؤخرا يمكن صدر شويه تعليمات حديثه حول موضوع ارتفاع التوتر الشرياني بالمؤتمر الاوروبي الاخير، فحتى نقول انه الشخص عنده ارتفاع التوتر الشرياني فعلا كمرض لازم يكون الارقام 140 على 90 او اكثر، يعني الضغط الانقباضي خلينا نقول بتعريف العوام اكثر من 14 والانبساطي اكثر من 9. لكن حتى الامريكان المرحله ما قبلها الارقام بلشوا يعتبروها ارتفاع توتر شرياني ودخلت بالعلاج. هلا الاوروبيين بيعتبروا انه الشخص الطبيعي عنده ضغط مثالي لما يكون الضغط تحت 12 على 8، هذا اسمه ارتفاع ضغط مثالي. حتى نسميه ضغط يعني خلينا نسميه طبيعي لكن مرتفع، هو تحت تقريبا فوق 130 على 80. وهي الأرقام مهمة كتير، لأنه في بعض المرضى ممكن يكون عندهم بعض العوامل الخطر لأمراض قلبية أكثر من غيرهم، فهذول المرضى حتى أرقام الضغط الطبيعية المرتفعة شوي صغيرة قد تكون جديرة بالاهتمام والعلاج الباكر. فعادة الضغط احنا بنقسمه لصنفين، في ارتفاع الضغط الأساسي اللي عرفتي حضرتك بالمقدمة أنه بيتظاهر عادة بعد سن 30 سنة. نحن سميناه أساسي لأنه هو مجهول السبب، ما في أسباب مرضية واضحة لأحداثه. عادة بيشكل حوالي 90 ل95% من حالات ارتفاع التوتر الشرياني، يعني نسبة عالية جدا. فقط حوالي 5 ل10% من حالات ارتفاع التوتر الشرياني بيكون إلى أسباب مرضية موجودة عند الشخص، واللي ممكن تخلي عنده الضغط الشرياني يظهر بعمر مبكر تحت 30 سنة. إذا بتحبي نستعرضها لاحقا. طيب دكتور، بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض إن كان بالغدة أو أمراض بالكلية أو السكري، ممكن هنن يكونوا معرضين لارتفاع ضغط الدم الشرياني، وشو ممكن يأثر عليهم الموضوع؟
تمام. هلا اذا بنرجع شوي لارتفاع الضغط الاساسي، في كثير ناس بتسالوا انا يعني ما بشتكي شيء من اعراض، بتقيسي له ضغطه بيطلع عالي. هدول الاشخاص المؤهبين لارتفاع الضغط الاساسي هن ناس مثلا عندهم بجسمهم قابليه او حساسيه زائده تجاه الملح مثلا، ناس بلاقيهم ميالين للبداني اكثر او للحياه الكسوله، في عندهم خمول، في عندهم استعداد عائلي او وراثي، حسب احيانا بعض الاعراق مثلا معرضين اكثر من غيرهم، مثلا الافارقه اللي ساكنين بامريكا معرضين لارتفاع الضغط فرضا اكثر من السكان البيض الاصليين. اذا في هي اسباب، الناس بيتناولوا كحول او بيدخنوا بشده، هذول معرضين لارتفاع التوتر الشرياني اكثر من غيرهم، الناس اللي عندهم سكري كمان. اما ارتفاع التوتر الثانوي او اللي له اسباب مرضيه حقيقيه بصراحه، بتيجي الاسباب الكلويه على راس الاسباب. يعني عادة الأمراض اللي بتصيب النسيج الكلوي بمختلف أشكاله، التهاب الكلية، الحويضة والكلية، الكبد والكلية، حتى تضيع شريان الكلية، هي من الأسباب الثانوية اللي مفروض الطبيب يفتش عنها لما بيظهر الضغط الشرياني بعمر مبكر. في أسباب تانية مثل الأسباب الغدية، مثلا المرضى اللي عندهم اضطراب بوظائف الغدة الدرقية سواء زيادة أو نقصان معرضين لارتفاع التوتر الشرياني. حتى حاليا صار في عم يفصلوا ما بين ارتفاع التوتر الشرياني الانقباضي المعزول او الانبساطي المعزول، يعني ممكن المريض عنده بس الضغط الواطي هو اللي مرتفع، ونحن مفروض نفتش عن اسباب ثانويه لهالموضوع، وخاصه الامراض الغديه. في احد الامراض الغديه النادره شوي اللي بيخلي الانسان عنده نوب من ارتفاع التوتر الشرياني، يعني بالحاله الطبيعيه بيقيس ضغطه المريض بتلاقيه طبيعي، بس ممكن تجي نوبه فجاه تعرض لصداع، خفقان، تعرق، بيحس حاله انه وشه هيك يعني صار هي اعراض متوهج. هاي بتشير لاضطراب بافراز الكاتيكولامين، يعني هاي من الهرمونات اللي بتفرزها الغده اللي موجوده فوق الكليه، الغده الكظريه، فبيكون الضغط عندهم نوبي، وهدول المرضى صعب تشخيصهم احيانا اذا ما فكرنا بالمرض نفسه. طبعا هاي التحاليل اللي بتنطلب لهيك حالات هي تحاليل مكلفه شوي، وبده يكون الطبيب اثناء مقاربه المريض بصراحه مفكر بهذا التشخيص حتى يتحرى ويستقصي عنه. طيب دكتور، يعني كثير من المشاكل اللي ذكرتها حضرتك هي بترافق ضغط الدم الشرياني او مصاحبه له او كانت موجوده بوجوده هو. طب اليوم اذا بدنا ننتقل للخطه العلاجيه، في ممكن علاج لهذا الموضوع ولا خلص يعني الواحد بده يتاقلم مع هذا المرض ويصير يعمل لايف ستايل خاص يناسب هذا المرض ولا كيف؟ هلا مبدئيا قياس الضغط الشرياني في المره الاولى بالزياره الاولى في العيادات ما هو كافي لوضع التشخيص. نحن المرضى اللي عندهم ارتفاع توتر شرياني وكيف بنشخص لهم ارتفاع توتر شرياني، هن عده انواع من المرضى. في مرضى هن لحالهم حسوا باعراض ارتفاع الضغط الشرياني، صار عنده صداع، تعب، خمول، احيانا دوخه، ممكن رعاف، فبيقيس ضغطه بيلاقي ضغطه مرتفع فبيجي بيلجا لنا. في جزء من المرضى وبالصدفة أنه نحن بالعيادة عم نفحصهم لأسباب أخرى، مثلاً لأمراض أخرى، جاي مثلاً يعمل استشارة لعمل جراحي منلاقي ضغطه عالي، فممكن حط تشخيص ارتفاع التوتر الشرياني بعدة قراءات. طبعاً أصلاً نحن مفروض خلال الزيارة الأولى بالعيادة نقيس الضغط ببداية الزيارة، منقيسها بالأطراف العلوية الاثنين وبطرف سفلي واحد. كمان طبعا بنهايه الزياره يعني بعد 5 دقائق بعد ما يكون المريض شوي ارتاح، لانه دوما في رهبه للرداء الابيض بالعيادات، فهي احد اشكال ارتفاع التوتر الشرياني اللي بيسموه ارتفاع التوتر الشرياني برهبه الرداء الابيض، يعني او بسموه بالانجليزي الاوفيس هايبرتنشن، انه ارتفاع التوتر بالعيادات. هذول المرضى بس بتلاقي ضغطهم عالي بالعيادات، بينما هن نفسهم لما بيراقبوا ضغطهم بالبيت طبعا، وهذا المطلوب. احنا لما نشوف ضغط عالي عند اي مريض بالعيادات قبل ما نبلش له بخطه العلاج بنقول له مبدئيا راقب ضغطك في البيت على عده ايام، يفضل صباحا ومساء، وبيسجل هاي المراقبات وبيبعث لنا اياها ممكن او بيراجعنا على العياده. فلما بتطلع عنا ارقام 3 مرات اعلى من الطبيعي، طبعا يفضل القياسات المنزليه تتاخذ مثل ما الصبح اول ما بفيق المريض والمساء، طبعا بعيدا عن الدخان او الطعام،
ما يفرض المريض ما يكون بتوتر ولا شربان منبهات شاي او قهوه. هو وجالس مفروض يقيس الضغط ومو هو معصب كمان طبعا. في ناس ممكن بيجوا بيطلعوا على الدرج ويفوتوا على العياده بيقيسوا ضغطهم بيطلع عالي طبعا. هذا مفروض بعيد عن الجهه على الاقل 5 دقائق. هلا في حال تم تاكيد التشخيص، واحيانا بعض المرضى القراءه الاولى لانه بالعيادات بتكون عاليه، ما نحن الضغط من اسمه لثلاث درجات، فلما نشوف المريض عنده ارقام ضغط واصل بالدرجه الثانيه او الثالثه هذا المريض مفروض نبدا عنده بالعلاج الدوائي مباشره. اما المريض اللي عنده ارقام ضغط حديه مثلا 14.5 على 9 9.5، بنطلب منه تغيير نمط الحياه. هاي الخطه الاولى بالعلاج، انه نحن نخلي المريض يغير سلوكياته، يعني بنشجعه على ممارسه الرياضه تقريبا حوالي نص ساعه مشي يومي يعني او ما يعادل 150 دقيقه بالاسبوع. بنشجعه على تجنب الملح. في ناس بيقول لك دكتور والله انا ما عم اكل ملح، بس بكون عم ياكل مخلل زيتون مملح شوي، الاكلات المعلبه اللي محفوظه بالملح. الشغله الثانيه اذا كان مدخن او كحولي يتجنب هاي الاشياء، يكثر من تناول الخضار والفواكه. الخضار والفواكه الحقيقه بتحتوي على فيتامين سي، بتحتوي على مضادات اكسده اللي بتعمل على استرخاء جدران الاوعيه وبتنزل الضغط شوي. فهي الممارسات يعني اذا ساواها المريض بصراحه ممكن ما يدخل بخانه مرضى ارتفاع التوتر الشرياني اللي بحاجه لعلاج بالادويه او الحبوب الفمويه بشكل دائم. تمام دكتور، ذكرنا بدايه حديثنا انه هذا المرض هو صامت والاعراض نحن ما رح نقدر نكتشفها، ولكن يعني لا سمح الله في حال الشخص المصاب هو فعلا ما قدر يكتشف هذا المرض عنده وتطورت الحاله، شو هي المضاعفات اليوم؟ امتى ممكن يكون ارتفاع ضغط الدم الشرياني هو مؤشر خطير على حياته ولا سمح الله تؤدي للوفاه كمان؟ طبعا هو نحن لما بنعالج مريض عنده ارتفاع توتر شرياني عم نصادف جزء من المرضى اللي عندهم استنكار انه انا ما عم بشتكي من شيء، ليش بدي اخذ ادويه؟ الحقيقه لازم يكون في يعني وقت كافي من الطبيب للمريض بطبعا استقصاء كل الاعراض اللي ممكن تكون تنجم عن اختلاطات الضغط الشرياني. يعني انا ما بكفي لما اقيس ضغط مريض ضغطه عالي اعطيه وصفه، لازم اسألوا عن كل الأشياء اللي بتشير لأزية الأعضاء الأخرى في الجسم من الضغط الشرياني. المفروض اسألوا عن النظر، هل هو عم يعاني من تشوش رؤية أو لا؟ ممكن بتعرفي شبكية العين هي تقريبا مرآة للجسم، فكثير من مرضى الضغط بيجونا من زملائنا أطباء العينية هن اللي كاشفين لهم عندهم ارتفاع توتر شرياني بسبب تأثر الشبكية عندهم بالضغط الشرياني. فالعين هي من أهم الأعضاء. نجي للاختلاطات العصبية، الضغط هو من أشياء الأسباب بحدوث السكتات الدماغية، سواء كان نزوف دماغية وهذا سبب طبعا قاتل، أحيانا ممكن يكون العرض الأول للمريض والمريض ما بيشتكي من أعراض فجأة إجا بنزف دماغي. في عنا طبعا الاختلاطات على الكلية، يعني القصور الكلوي هو أحد الأسباب. ومنجي للشيء الأهم اللي هو الاختلاطات القلبية اللي ممكن تكون بشكل إما المريض بيعاني من مثلا ضيق نفس أثناء الجهد بدل على قصور بوظيفة القلب الانبساطية. ممكن نشوف عنا كمان ضخامة بالعضلة القلبية. والاختلاط الأخطر اللي هو احتشاء العضلة القلبية، في مرضى طبعا ممكن يكون عنده ارتفاع توتر شرياني مزمن، فجأة العرض الأساسي والأولي ممكن يكون وفاة بسبب حدوث احتشاء عضلة قلبية. فنحن مفروض نسأل مريضنا هل عنده ألم صدري، ضيق نفس، تشوش بالرؤية، أي مشاكل بالتبويل، يعني هاي بنسميها الأعضاء الهدف. طبعا لما نوصل لهالمرحلة نحن بيكون صار دورنا يعني متأخر جدا، مفروض يكون دور الطبيب هو تسقيف المريض بمنع حدوث هاي الاختلاطات والعلاج الباكر ما أمكن. طيب دكتور علي، خلينا نركز على الجانب النفسي اليوم، قدي ممكن الحالة النفسية، التوتر، الستريس، ضغوطات الحياة، أي شيء بمر مع الشخص أنه ممكن هذا الشيء يسبب له ضغط دم شرياني، وممكن كمان بأي عمر، يعني إذا الشخص هيك كتير حياته ستريس وتوتر وقلق ممكن حتى يصير معه بعمر مبكر؟ الحقيقة هو الشدة النفسية هي ما أنا مذكورة من أسباب ارتفاع التوتر الشرياني، لأنه هي شغلة عابرة غالبا بيمر فيها بعض الناس. الشدة النفسية هي من الأشياء اللي بتزيد فعالية الجهاز العصبي الودي عند الإنسان، فبتزيد سرعة القلب، وهي من الأسباب ممكن تهيئ أحيانا لتشنج بالأوعية ورفع الضغط الشرياني. طبعا هاي الأسباب ممكن تكون عابرة، مثل الناس اللي بيتناولوا بعض الأدوية
لأسباب مرضية أخرى بترفع لهم الضغط بشكل مؤقت، مثلا مرضى المفاصل بياخذوا مسكنات، المسكنات بترفع الضغط الشرياني، مثلا مرضى النساء اللي بيتناولوا مانعات الحمل الفموية، في أسباب مؤقتة. بس الشدة النفسية الحقيقة هي موضوع يختلف حسب المجتمعات وحسب الأشخاص. من النادر نحن نلاقي أنه والله مثلا مريض رح يستمر عنده الضغط الشرياني بس لأنه في عنده شدة نفسية. غالبا الشدة النفسية بس تتعالج. طبعا هدول المرضى بالأساس يعني خلينا نقول في عندهم زيادة بالفعالية الودية، وبالتالي السترات القلب الزايدة عندهم ممكن تعرضهم أحيانا لأعراض فبيراجعونا أبكر من غيرهم. يعني غير المريض الضغط ممكن الشرياني ممكن تكون هاي الأعراض أخطر من ضغط الدم الشرياني؟ لا ما أنا هي طبعا الخطورة ما إلها علاقة بأحيانا رقم الضغط الشرياني. يعني في ناس مثلا عندهم أعراض أو مشاكل أو اختلاطات من الضغط المزمن أكثر ما يكون ارتفاع لمرة واحدة مثلا. أكيد دكتور، خلينا بالختام نعطي نصائح عن الموضوع وكيف نحافظ أكثر على صحة القلب. طيب مبدئياً نحن أول شيء بدنا ننصح الناس بشكل عام، الشخص الطبيعي اللي بيعرف حاله أنه ضغطه مثالي أنه يقيس ضغطه كل 5 سنوات، اللي ضغطه طبيعي مرتفع يقيس ضغطه كل 3 سنوات، الناس اللي ذوي الخطورة العالية اللي عندهم سكري أو اللي عندهم تدخين يقيسوا ضغطهم مثلاً مرة كل سنة، مريض ارتفاع التوتر الشرياني اللي يتشخص وتعالج مفروض يقيس ضغطه مثلاً كل أسبوعين أو شهر. ننصح المرضى اللي عندهم ضغط، أو طبعاً نصيحة لكل أفراد المجتمع، وممارسة الرياضة، الاعتماد على الحمية الغذائية الصحية، الإكثار من الخضار والفواكه، الابتعاد عن الأكلات المالحة وعن الدسم حتى، وطبعاً تجنب الكحول والدخان بشكل أساسي. إن شاء الله هيك يطبقوا النصائح كل المشاهدين. أكيد نتمنى السلامة للجميع، وبنتشكرك دكتور علي خضر. شكراً كثير لاستضافتنا لمناقشة موضوع طبعاً شائع ومتكرر طرحه باستمرار. شكراً لك. شكراً لك دكتور. أكيد بالصحة والسلامة للجميع.